من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم. شي بيملك الواحد أو حتى يمكن الشي الوحيد. لساتني شايفة الورق على الغصون عم يلعبها الهوى، صوت الأذان بعده بإذني، عصافير الشام بعده بالسما عم تسبح ربه، وبهالحيطان لساتني شايفة كل شي. أخي عمور كان يحب ياكل طبخة امبارح على الفطور، ماما كانت تتخانق معه على هالشي، بابا كان يقول له تركيه على راحته صحة وهنا. بابا كان ياخذني على المدرسة كل يوم، وأخي الكبير خالد كان يرجعني، شغله كان قريب كتير على مدرستي. كان هلأ كلهم راحوا راح غيرهم كتير، مشان سوريا، مشان نرجع عيد وحدة. سوريا ما عاد تقبل غير هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في برنامجكم الإسبوعي ملفات إريتريا. في ملف اليوم سنناقش عن قضية الأحداث الأخيرة في معسكر الشجرة. إذن من المسؤول من حماية اللاجئين الإريتريين بشرق السودان، حيث لقي حوالي 10 من اللاجئين الإريتريين حتفهم بمعسكر الشجراب إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم في محاولة للهروب من المعسكر عبر نهر سيتيت بشرق السودان، مما تسبب في إحداث شغب بالمعسكر الذي يعيش الآلاف من طالبي اللجوء أغلبهم من الشباب الهارب حديثا من إريتريا.
وذكرت مصادر من المعسكر أن قوات الأمن السوداني حاصرت المعسكر واعتقل عدد من الشباب، أطلقت سراح بعضهم في وقت لاحق، بينما الآخرون ما زالوا رهن الاعتقال. للمزيد حول هذا الملف معنا من السودان سيكون الناشط الحقوقي جعفر وسكة، وكذلك الأستاذ إبراهيم عبد الله وهو مساعد معتمد اللاجئين بشرق السودان. إذن مشاهدي الكرام، سنكون خلال هذه الأقل من ساعة في مناقشة هذه الأحداث الأخيرة، وأيضا تزامنت في نفس الوقت بعض الأحداث جنبا إلى جنب سنعرج عليها بعد أن نحاول اتصال بالأستاذ جعفر وهو قاطني معسكر اللاجئين في شجرة في شرق السودان. ولكن اسمحوا لي أن أيضا أذكر بعض هذه الأحداث التي تزامنت في نفس الوقت، حدوث أو كما لقي 13 مصرعهم في الحدود الإريترية السودانية بنيران الجيش الإريتري وهم في طريقهم إلى السودان عبر منطقة قرورة وهي شمال إريتريا. يذكر أن أعمار هؤلاء الأطفال تتراوح ما بين 13 و18، وكان من بين الضحايا 3 أخوات لأب وأم من جرحى حرب التحرير. هذا كان أيضا من ضمن الأحداث التي حدثت في نفس الوقت. وفي الحدود السودانية الإريترية عبر منطقة تسني أفادت أيضا المعلومات عن وقوع 3 أطفال ضحية حيوانات مفترسة، قتلت 2 منهم ونجا 3 لأحد معسكرات حرس الحدود الإريتري. على صعيد آخر، تمكنت قوات مكافحة التهريب بولاية كسلة بعد معركة نارية من تحرير 16 لاجئا كانوا تحت سيطرة شبكة لتجار البشر بإحدى الغابات غرب كسلة. أيضا في الجانب الآخر، وللأسف وقعت أحداث شغب واسعة داخل معسكر الشجراب في الأسبوع الماضي وهو لب حديثنا اليوم، بعد وصول خبر يفيد بغرق لاجئين حاولوا التسلل من البلاد، وأدت الأحداث إلى اندلاع حرائق وإتلاف عدد من المكاتب. تدخلت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين مستخدمة غاز مسيل للدموع. حاول 22 لاجئا الهروب من السودان عبر نهر النيل على متن قارب بدائي، لكن القارب غرق بعد مطاردة السلطات الأمنية للأسف أيضا لهم، ولقي 8 من اللاجئين حتفهم غرقا، بينما اعتبر الباقون في أعداد المفقودين. وحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية فإنه تمت محاكمة اللاجئين المتهمين وفق مواد تتعلق بإثارة الشغب والإخلال بالأمن والنظام العام. تم إرجاء بقية المتهمين للمحاكمة. لم يكشف عن عددهم تحت المادة 139 الأذى الجسيم، على أن تجرى محاكمتهم عقب انتهاء عطلة أعياد الاستقلال. إذن بنهاية هذه الأخبار المؤسفة مشاهدينا الكرام، زار معتمد اللاجئين حمد الجزولي برفقة ممثل المندوب السامي لشؤون اللاجئين بالبلاد المعسكر للوقوف على الأوضاع بعد الأحداث الأخيرة. خاطب المعتمد لاجئي المعسكر وحثهم على الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية التي تنظم وجودهم على الأراضي السودانية. نصح أيضا معتمد اللاجئين والمسؤول الأممي اللاجئين عن مغبة تكرار هذه الحادثة، لأن السلطات ستتخذ حينها تدابير تتفق والقوانين الدولية والوطنية مع الدولية والوطنية.
إذن مشاهدينا الكرام، يعيش مئات الآلاف من اللاجئين من دول القرن الأفريقي ومعظمهم من دولة إريتريا في معسكرات لجوء تابعة للأمم المتحدة، فيما تنشط في ذات الوقت عصابات تهريب البشر وسط هذه المعسكرات وتقوم بنقلهم إلى مصر ومنها إلى إسرائيل وإلى دول غربية أخرى طبعا تستغل تهريبهم ببيعهم وبيع أعضائهم البشرية لعصابات أو مافيا كبرى، وأيضا تستغل أيضا بأخذ فدية عليهم بأموال طائلة من أهاليهم كانوا في يعيشون في أوروبا أم في داخل الدول العربية أو في السودان. هناك علامات استفهام كثيرة في هذا الأمر، سنحاول مناقشتها مع المسؤول الأستاذ إبراهيم عبد الله مساعد معتمد اللاجئين بشرق السودان. لا أدري إذا كان الاتصال جاهز. طيب، إحنا مشاهدينا الكرام بعد كل هذه المعلومات المؤسفة نطلب أيضا مشاركة كل من لديه معلومات من شهود عيان يتصلون علينا على الأرقام التي سوف تشاهدونها على الشاشة. كل من عاش هذه الأحداث المؤلمة نرجو أيضا التواصل معنا في هذه الساعة. نأخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن ثم نعود لمناقشة الموضوع الأساسي، من المسؤول من حماية اللاجئين الإريتريين في شرق السودان؟ كونوا معنا. الذكريات هي أغلى شيء بيملكه الواحد، أو حتى يمكن الشيء الوحيد. لساتني شايفة الورق على الغصون عم يلعبها الهوى، صوت الأذان بعده بإذني، عصافير الشام بعده بالسمع عم تسبح رب هالحصان. لساتني شايفة كل شيء. أخي عمور كان يحب يأكل طبخة امبارح على الفطور، ماما كانت تتخانق معه على هالشي، بابا كان يقول تركيه على راحته صحة وهنا. بابا كان ياخدني على المدرسة كل يوم، وأخي الكبير خالد كان يرجعني، شغله كان قريب كتير على مدرستي. كان هلأ كلهم راحوا راح غيرهم كتير، مشان سوريا، مشان نرجع عيد وحدة. سوريا ما عاد تقبل غير هيك.
أهلا بكم مشاهدين الكرام. ملفات إرترية، ملفنا اليوم يتحدث عن معاناة اللاجئين في شرق السودان بالأحداث المؤسفة الأخيرة التي حدثت في داخل المخيمات أو المعسكر. من المسؤول من حماية اللاجئين الإرتريين بشرق السودان بعد سماعنا أكثر من رواية بالأحداث الأخيرة التي تزامنت أيضا مع كثير من الأحداث المؤسفة التي وقعت من اختطافات ومن غرق ومن قتل وتنكيل وغيرها. إذن دعونا نتحدث مع الأستاذ محمد جمعة أبو رشيد، وهو ناشط إنساني وحقوقي. أهلا بك أستاذ أبو رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أتمنى تكون استمعت إلى المقدمة المؤسفة، وبالتالي سوف نناقش أكثر عن الأحداث الأخيرة التي حدثت في داخل مخيم أو معسكر الشجراب بكل الروايات التي استمعنا لها، وأيضا تحدث الكثير من داخل المعسكر عن الأحداث المؤلمة الدامية. نريد توضيحا إذا كانت لديكم أي معلومات تؤكد، وأيضا إذا كانت هناك معلومات أخرى لم نستمع إليها يليت تتفضل. شكرا أستاذ ريمة. وتحية للمشاهدين. أنا في الحقيقة لم أستمع إلى البرنامج، لكن فقط أحيانا الإنسان لما يدخل في حديث ما وسبقه الكثير أو شيء من ذلك، نعم، ربما الكلام يكون أحيانا يعني ليس متوائما، لكن أنا سأتكلم في أشياء عامة ومهمة، نعم، لجميع المشاهدين ومهمة للسودان المستضيف، وأشياء مهمة أيضا بالنسبة للاجئين الإريتريين المستضافين. نعم. الأحداث هذه يعني كانت قبل كما نعلم يعني قبل أكثر من عام، كان في أحداث كثيرة جدا من تتعلق بخطف وتهريب، نعم، ويعني وحتى خطف من داخل المعسكرات وكذا، ولكن الحمد لله السودان يعني كدولة حسينا أن هي فعلا بدأت في محاربة هذه الظاهرة ومحاولة ضبط المتفلتين وحماية المعسكرات، فكان الأوضاع في خلال سنتين الأخيرتين أهدأ وكان الوضع طيب. الآن من جديد بدأت هذه الأحداث الجديدة، وعلى ذلك مباشرة طبعا بشكل يعني واضح أقول أن حماية اللاجئين الإريتريين أو أي لاجئين في العالم، حمايتهم في حماية الدولة اللي تستضيفهم، هذه مسألة مفرغ منها، والقوانين الدولية كلها تتكلم في هذا الشيء. نعم. ونشكر السودان الذي آوى هذا الشعب سنين طويلة جدا وهو يحميه ويعني يساعد على قدر ما يستطيع وقام بقضايا اللاجئين الإريتريين، ونحن لا نستطيع أصلا أن نفي الشعب السوداني حقه مهما، نعم، مهما تكلمنا مهما قلنا، لا أستطيع هذا السودان أن نفيه حقه أبدا يعني. نعم. فهو يعني أكثر من أن نتحدث عنه وأكثر من أن نجزيه شكرا، فنحن نوجه تحية كبيرة للشعب السوداني وحكومته وما يبذل، لكن في نفس الوقت كما، نعم، قلت دائما يعني أن هناك تحدث أحداث أحيانا تعكر هذا الجمال وتنقص يعني من بهائه وجماله، لذلك، نعم، نفس الإنسان غالية سواء كانت شخص، نعم، واحد شخصين 10 20 30، وبالتالي يعني نحن نحتاج من الجهات الأمنية السودانية، نعم، وهي بالتأكيد تعلم هذه الجهات الفلتانة بشكل آخر، الحكومة السودانية عندها ملاحظات عندها أمن وعندها مخابرات وتعرف هذه الجهات، والمعسكرات أصلا معسكرات معزولة يعني، نعم، في أماكن ما يستطيع أحد يدخل هذه المعسكرات إلا بإذن، نعم، فهذا التهريب اللي يتم من المعسكرات نرجو من الحكومة السودانية في الحقيقة أن تضبطه وأن تبذل جهد فيه وأن، طيب، أن تضاعف جهودها في هذا الجانب. يعني أستاذ أبو رشيد، إذا ركزنا أكثر في جانب هام وهو الجانب الأمني، وأنت كنت أحد الذين زاروا هذه المعسكرات وتعرف تماما منافذها ومداخلها ووضع الأمن بشكل عام في هذه المعسكرات واحتياجات اليوم اللاجئ الإريتري في داخل هذه المعسكرات،
الأوقات من حماية أكثر وأمن أكثر مكثف من جهة الأمن السوداني. يعني ياليت تعطينا يعني بهذه النقطة بالتحديد، الأمن اليوم اللاجئ الإريتري ماذا يحتاج من تغيير أو تشكيل مثلا لجنة لحمايته أو لتكثيف الأمن عنده؟ يعني أنت عندك نظرة وعندك تجربة، ياليت تعطينا هذه التجربة. جيد. نعم. هو تقريبا المعسكرات الطريقة الإدارية فيها تدار عبر لجان. نعم. في لجان داخل هذه المعسكرات، وهذه اللجان هي بتساعد الأمن السوداني على يعني على ضبط المعسكر والتعاون في قضاياه الإنسانية واحتياجاته وغيرها وكذا. فهذه اللجان مفترض يتم التركيز في التعاون معها. نعم. لأن هذه اللجان هي تعرف القبائل، تعرف البطن. نعم. تعرف العشائر، تعرف اللاجئ القديم، تعرف اللاجئ الجديد، تعرف احتياجات الناس، تعرف دياناتهم ومذاهبهم. فاللجان هذه هي أصلا مشكلة من قبل الأهالي، وهي يعني وهم يساعدون الحكومة السودانية على الاستقرار وعلى الأمن وعلى هذا. فنرجو الحكومة السودانية لا يكون التعامل فقط تعامل أمني يعني. نعم. إنما لأن هذه الأحداث الأخيرة الآن، إذا في شخص خطف ما ممكن الحكومة تأتي مباشرة وأخرج هذا الشخص وتدخل المعسكر وتقتحم وأعرف إيش، ترمي مسيل الغاز. مثل هذه الأشياء هي لا تخدم شيء. نعم. فالإنسان الغاضب لا يتعامل معه بهذه الطريقة، إنما أن يتم هذا عبر اللجان. بعدين المشكلة الموجودة عندنا المعسكرات هي بخير، يعني في جل المعسكرات الإشكال عندنا هذا معسكر الشجرات، معسكر بائس وتعبان، وهو معسكر يكدس فيه اللاجئون الجدد. يعني الناس تدخل من حمدي، تدخل من عواد، تدخل من والشريفين، تدخل من نقاط كثيرة، وكل. نعم. اللاجئين هؤلاء يتم توجيههم إلى معسكر الشجرات. نعم. وناس من بلدة، ناس مشردة من البلد، ناس خرجت وهي تخاطر حاملة أرواحها في يدها، ما همها الموت، حتى الناس انتفرت ما رأت من المعاناة والمشاكل. وبالتالي يعني قد لا يكون هؤلاء الناس اصلا سيئين او عندهم نيات. نعم. سيئه، لكن الانسان لم يستقر بعد، هو وصل الى معسكر لم يجد فيه الا التراب يرمى فيه هناك ويجلس تحت هجير الشمس، وبالتالي هذا اللاجئ يجد نفسه مخنوق في هذا. طيب. المكان، عايز يخرج بوسيله. طيب. ضعاف النفوس. نعم. ضعاف النفوس، ويعني يمنوه انهم سيوصلوه الى مقصده وانهم يخرجوه وانهم كذا. ففي وسط هذا البؤس هو لا يجد طريقة إلا. طيب. أن يجيب له. نعم. من هذا أبو الرشيد، لذلك أنا أقول. نعم. أنا أقول الكريمة. نعم. على جميع الأريتريين والأمم المتحدة ومعتمدية اللاجئين. نعم. والجهات المختصة بالعمل الإنساني أن تستنفر حقيقة لتحسين وضع هذا المعسكر. المعسكر هو غير طائق قصر اللاجئين القدم، ما يعني مش ملبى احتياجاتهم، ثم يأتي إليه اللاجئين الجدد يتكدسون بهذه الطريقة. نعم. هذا هو اللي قاعد يسبب كثير. طيب. إحنا قاعد يطمع. نعم. العصابات أن تخطف هؤلاء الناس. أكيد أكيد. نحن طبعا نتمنى أن هذه الرسالة تصل إلى الحكومة السودانية في تكثيف الأمن وتصحيح هذا الخلل في داخل المعسكرات. إذن ابقى معنا أستاذ أبو الرشيد، إحنا راح ننتقل مشاهدينا الكرام إلى شخص، إلى السودان، إلى شخصية الناشط، وهو ناشط إريتري في السودان، الأخ عثمان علي، ليطلعنا على تفاصيل الأحداث التي حدثت في معسكر الشجرة. هو معنا، مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا بك. نعم. أخ عثمان، يعني أنت في السودان وقريب جدا من هذه الأحداث التي حدثت، يعني يا ليت تعطينا الرواية الحقيقية في معسكرات اللاجئين، ماذا حدث؟ طيب، بالنسبة لأحداث الشجراب، يمكن بداية الأحداث كانت مجموعة من الشباب الإريتريين الموجودين في معسكر الشجراب حاولوا يطلعوا. طبعا كل الناس دائما بتحاول تطلع من المعسكر. نعم. على أساس أنه تخرج إلى الخرطوم إلى غيره، حتى يعني يمشي يعني المعسكر، لأنه ما فيه شيء كده، ما فيه أي خدمات. نعم. بالتالي ده يمكن هي كل الناس بتحب تطلع منه وكده، فأظن في صعوبة في إنه الناس تطلع بالطريقة الرسمية اللي هي ممكن يطلع من المعسكر بالعربية حتى وصوله كسلا أو أي منطقة أخرى، والخرطوم لأنه الوجود الأمني وما مسموح لهم
حتى قانونا ما مسموح لهم أن يغادروا إلا بإذن السلطات وكذا. فتقريبا هم كان في محاولة من عدد، العدد هسه بالضبط كده ما معروف، يقال انه 20 نعم. الى 40 هم اللي حاولوا انه يخشوا على البحر اللي هو بحر سيتيت نعم. يقطعوا بقاعده على اساس انه يصلوا الطريق القومي، ومنها ممكن يركبوا البصات على اساس انه يصلوا الخرطوم، منها ممكن ينطلقوا الى يعني يسافروا الى اوروبا عبر الطرق المعروفه الوعره ليبيا نعم. مصر غيرها. دي كانت بداية الأحداث، ويمكن لأنه المنطقة حواليها موجودين عرب ففي قوارب بتاع الصيد تقريبا، هي كانت المحاولة أنه يركبوا القوارب دي ويقطعوا الموية بغادي على أساس أنه يصلوا الطريق القومي نعم. أكيد يعني باتفاق مع الناس اللي عندهم قوارب، وأكيد يعني بقروش وكذا أيوة. فالناس يمكن هم ركبوا بعد ذاك حصل خرج للمركب، فيمكن الناجي من المجموعه اللي ما معروفه هم عددهم حتى الان، لانه الروايات لسه متضاربه نعم اللي هم بالضبط 20 ما معروف، لكن النجا منهم واحد يقال انه 8 هم اللي ماتوا، والجثث اللي يمكن انتشروها هي 8 والبقيه في اعداد المفقودين نعم. الشخص اللي نجا ومعه طاقم المركب اكيد يعني المتهالك، ف يعني وصل للمعسكر وقال يا جماعه والله اخوانكم اللي كان مشينا كيت 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 كلنا يعني كلهم غرقوا أيوة. وفدلت انا والمركب غرقوه الناس اللي سايقين وكذا، فما كان في الا قدام الشباب دي لانه اخوانهم يغرقوا بصوره زي دي وكانها متعمده وكذا تقريبا، وجمعوا ومشوا العرب و حصل اشتباك بينهم وبين العرب وكذا، لانه ردت من هم العرب يعني حدد يعني من هم العرب، هل هم الرشايده؟ لا لا ما هم الرشايده، عرب تقريبا من يعني لما اقول عرب قبائل هي شكريه لحوين كذا يعني اوكي نعم السودان. طيب فالمهم بعد ذاك حصل الاشتباك والناس رجعت، وبعد ذاك الشباب الظاهروا في المعسكر وكذا، لانه المساله شافوها انه في تامر من نعم. كل الجهات عليهم وكل الناس متكالبة عليهم، فكان رد يعني وشعور طبيعي منهم كذا، وبعد ذاك حصل تدخل من الشرطة والأمن وكذا، وحتى حصل حريق بعد ذاك في المعسكر نعم. فحتى سبب الحريق يعني كل واحد يتهم الآخر، الشرطة بتتهم إنه هم اللي حرقوا المعسكر وهم يقولوا الشرطة اللي حرقته نعم. وكذا والأحداث بعد، وكان في ضرب طبعا وقنابل مسيل للدموع لأنه تظاهره برضه كانت كبيره والعدد كبير نعم في اكيد الموجود في المعسكر. فالمهم بعد ذاك تم اعتقال مجموعه كبيره من الشباب، وفي مجموعه يعني اصيبت اصابات بالغه وكانت في المستشفى مستشفى كسله، وبعد ذاك يعني في مجموعه تم الافراج عنها، وفي مجموعه احتجزوا على اساس انه يحاكموهم حتى بعد هنا عطله السنه الجديده نعم. فتحت مواد إثارة الشغب والزعزعة والنظام العام وكذا، ففي مجموعة من الشباب حتى الآن لم يفرج عنهم، هم موضوعين في سجون ولاية كسلة. كم من الشباب هل معروف عددهم كم؟ العدد ما معروف لأنه الاعتقالات كانت كثيرة، فالمجموعة رجعت هي بسيطة مقارنة بالمجموعة الموجودة ما رجعت الموجودة في السجون، وحتى الآن لم تصرح يعني حتى مدير شرطة ولاية كسلة كان في تصريح للصحف السودانية نعم. يقول يعني في مجموعة بتاعت 160 ولا أظن تقريبا اللي هم كان أثاروا الشقب وحيحاكموا تحت مواد إثارة الشقب طيب. وزعزعة الأمن هل صحيح أخ عثمان أنه هددوا بترحيلهم إلى إريتريا وتسليمهم للنظام؟ يعني اكيد قالوا لهم ان احنا يعني الروايات اللي وصلتنا طبعا احنا ما كنا معاهم، لكن الروايه اللي وصلت انه انتم حنبعدكم وتعملوا شطب وحنرجعكم وكذا، لكن تقريبا ما اظن لانه العدد كبير، هو والمفوضيه برضه تدخلت، وحتى مساعد المعتمد حمد الجزولي زار المعسكر بعد هدوء يعني نعم. الاحداث وكذا، فتكلم معاهم على اساس انه يحترموا النظام ويحترموا القوانين بتاعة البلد دي نعم. وإلا الدولة السودانية ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه
اتجاهكم وكذا. هل غير المعتمد هناك حقوقيين سيتابعون قضية خصوصا الشباب الآن المعتقلين؟ لن يسمع يعني في الغالب لا يسمع لأي حقوق إنه يرافق، بل يدخل المعسكر، لأن المعسكر هو محروس أمنيا وكذا. نعم. فحتى لو ما حمد الجزل هو معتمد اللاجئين ومعني بالمسألة دي، وهو يعتبر من طرف السودان تابع لوزارة الداخلية السودانية. نعم. والمفوض السامي غيره ما في أي حقوق يسمح له دخول المعسكر، لأنه يعني بطبيعة الحال يعني كذا تقريبا ما في. طيب يعني عثمان، يعني في أيضا مسألة ما كانت واضحة عبر تناقلتها وسائل الصحف، غير واضح بالشأن الشباب المأسور أو المسجون حاليا، أنهم نقلوا إلى جهات غير معروفة. هل حقيقة الآن اتضحت الأماكن هذه، رغم أنه العدد غير واضح، يعني لا نعرف كم عددهم كما ذكرت؟ طبعا هو على حسب تصريح لمدير شرطة ولاية كسرى. نعم. يعني هو يعني قال حيحاكموا النازل بعد العطلة، فمن الطبيعي جدا انه يكون في سجون ولاية كسرى، لكن ما معروف في اي سجن. فيعني من خلال حديث السيد مدير شرطة الولاية، نعم، يعني بتقدر تقول إنه هم موجودين في سجون ولاية كسرى، لكن بالضبط أي سجن ما معروف. طيب. فاستبعد حتى أن يكون في أماكن أخرى، لأنه في النهاية المسألة ماخذة طابع رسمي وتكلموا فيها الجهات المعنية. نعم. بالأمر. الجهات الحقوقية كما ذكرت لم تقدم أي شيء، يعني يحاكموا على أي أساس؟ الرواية غير واضحة، فيها تورط من ثلاث جهات، جهات أمنية تابعة للأمن السوداني، جهات من الخاطفين، وبالتالي يعني الأمر غير واضح. بأي حق يحاكموا دون متابعة لحقيقة هذا الأمر، وليس لديهم أي حقوقيين كمحامين للدفاع عنهم؟ الإشكال، أيوة الإشكال الكبير، لو كان حتى هذه المحاكمات تشمل كل الجهات المعنية وكل الجهات، نعم، اللي اشتركت في هذه الجريمة، نعم، يعني قد يكون مرضي. ولكن للأسف الشديد يعني الآن المحاكمات حتتم للشباب اللي أثاروا شقب، على أساس أنهم أثاروا شقب وزعزعت الأمن العام، ونسوا أنه في أرواح هناك يعني، نعم، زهقت وجثث حتى الآن لم تنتشل من المياه. يعني من المفترض، عفوا أخ عثمان، الذي تسبب، نعم، في هذا، لأنه، نعم، في طرف ثالث مفروض، نعم، يكون أيضا في الصورة، لكن للأسف أكيد الشديد لا يتحدث احد عن الشخص عن هذا الأمر او الطرف الثالث. نعم. ولكن ايضا في روايات بتقول يا اخي لا، لانه الشرطه اللي هم كانت تطاردهم وغربوا، ما في جهه ثانيه وكذا، بدي تبريرات. نعم. يعني هي واضح انه تبريرات عشان الطرف، نعم، يغيب الطرف الثالث اللي هو، نعم، كان سبب رئيسي في هذه الكارثه الانسانيه، نعم، التي حلت باهل الشقراب. نعم. بشباب. إذن التغاضي عن التحقيق قانونيا عن غرق هؤلاء أو تلك الأرواح البريئة، للأسف دون معرفة الجاني، وفي نفس الوقت عدم مقاضاة الخاطفين الذين يزعزعون أصلا داخل الأمن داخل المعسكر كالرشايدة الخاطفين، وبالتالي محاكمة هؤلاء اللاجئين المساكين الذين قاموا لنجدة أو رد فعل لكل هذه الأحداث المؤسفة وبدون محاكمات. شكرا لك عثمان، سنعود إليك بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، سوف نعود إليكم بعد هذا الفاصل لمناقشة بقية ما تبقى لدينا من حماية موضوع من المسؤول من حماية اللاجئين الإريتريين في شرق السودان. كونوا معنا. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. في
حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. حينما يغدو تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء، تفتح الحوار للمشاهدين باباً للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر فضاء حده السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. تتصاعد الأحداث في العالم العربي، يتراجع الخبر في بعض الدول ويزداد سخونة في دول أخرى، ويبقى الحدث الفلسطيني حاضرا على أجندة الحوار. نتابع الخبر الفلسطيني، نحلله ونبحث في تفاصيله، وندرس تداعياته على الأرض والقضية والإنسان. بانوراما فلسطينية تأتيكم على الهواء مباشرة الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. من المسؤول اليوم من حماية اللاجئين الإرتريين بشرق السودان؟ هذا السؤال أصبح هاجس في داخل كل إرتري اليوم، وأيضا عند اللاجئين الإرتريين الذين يعانون معاناة كبيرة جدا. نحاول أن نتلقى هذه الإجابة من أحد المسؤولين. قد نتواصل مع الأستاذ إبراهيم عبد الله، مساعد معتمد لاجئين بشرق السودان، بعد قليل للوقوف على هذا الأمر قبل نهاية البرنامج. لكن أريد أن أقف أيضا على مقال قرأته للأستاذ محمد رمضان، كان تقريبا يعرف بتفاصيل دقيقة جدا عن معاناة اللاجئين وأوضاعهم في معسكر اللجوء في الشجرة، موضوع يستحق القراءة كأي موضوع أو مواضيع كتبت بذات الشأن من كثير من الكتاب الذين يشرحون معاناة كثير من اللاجئين. في فقرة يقول فيها أن الحكومة السودانية لها موقف واضح ومجهود مقدر ضد الاتجار بالبشر، وتستضيف الكثير من المؤتمرات لمحاربة الاتجار بالبشر، وخطت خطوات مقبولة، لكنه من الصعوبة عليها أن تتحكم في تصرفات أفرادها في الأجهزة الأمنية، بل ويتعامل بعضا من منسوبيها بإهانة بالغة مع سكان المعسكر بدلا من التعاطف معهم. إذن هناك ملاحظة بأن بعض، أن لا أقول الكل، ولكن بعض أجهزة الأمن السودانية تتعامل مع اللاجئين بإهانة واستهتار، في يعني هناك خلل أيضا في الحفاظ على الأمن والحفاظ على أمن هؤلاء اللاجئين في هذه الأجهزة. نعلم أن قانون الأمم المتحدة ومواثيقها تكفل حقوق اللاجئ وتأتي تأمين سلامته وحقه في العيش بكرامة ضمن الأولويات، إلا أن ذلك غير موجود إطلاقا على بمعسكر الشجرة. فالخطف من أجهزة الاستخبارات الإرترية ومهربي البشر موجودة داخل معسكر الشجرة، حدثت ذلك كثيرا. إذن من اليوم المسؤولية تكون على عاتق من؟ طيب، نأخذ اتصال من من؟ عمر من السعودية، تفضل يا عمر. طيب، نعتذر إذا أطلنا على عمر، محاولة أن يليت تعيد الاتصال. نأخذ، لا أدري إذا كان أي اتصال آخر جاهز. محمد عمر من السعودية، تفضل يا محمد عمر. يا أختي ريم. نعم تفضل. قبل ما نمشي بعيد، نعم. الحكومة السودانية والحكومة الإرترية هم شريكين. نعم.
الأمن السوداني يتحمل المسؤولية. نعم نعم. يعني شكرا لهذه الملاحظة. الأمن السوداني والأمن الإريتري هم ينسقوا مع بعضهم. نعم. والحكومة السودانية شريكة في كل الجرائم اللي يحصل في المعسكرات الإريترية وفي الحدود الإريترية. نعم. كيف لا تستطيع الحكومة السودانية تطارد هذه العصابات الموجودة في الحدود السودانية الإريترية؟ نعم. طيب يا محمد عمر. السودان شريك في كل الجرائم اللي تحصل في الإريتريين منذ قدم. نعم. نحن ولا اليوم ولا الأمس. نعم يا أخ محمد، إحنا لا نقول كل الحكومة السودانية، ولكن نعم نعلم أن هناك تورط بعض في أجهزة أمنها. نتمنى أن تكون هذه الملاحظة عند الحكومة السودانية لتهب للبحث والتقصي وفهم هذه المعاناة ومحاولة تصحيح هذا الخلل الذي أدى إلى كارثة إنسانية للأسف. شكرا لك يا محمد عمر. أنا متأكدة أن يعني بعض أجهزة السودان يستمعون لنا وهم فاهمين. إحنا نحاول إلى هذه اللحظة أن نتواصل مع الأستاذ عبد الله إبراهيم عبد الله، وهو مساعد معتمد اللاجئين بشرق السودان، للأسف لم نتحصل له عليه، ولكن هو رجل بالفعل قام بمحاولات وجهود كثيفة تشكر أو يشكر عليه، ولكن إحنا نطالب أن أصواتنا أن تصل إلى المسؤولين، إلى مسؤولين عن أجهزة الأمن في السودان لمحاولة معالجة هذه القضية بشكل إنساني، بشكل إنساني. أتمنى أن تصل أصواتنا حتى تحل هذه القضية. هل هناك أي اتصال آخر؟ طيب، إحنا ذكرنا أن قانون التحية ومواثيقة تكفل حقوق اللاجئ وتأتي تأمين ذلك لسلامته وحقه في العيش بكرامة ضمن الأولويات التي يجب مراعاتها، إلى أن ذلك غير موجود إطلاقا بمعسكر الشجراب. الحكومة السودانية تعلم ذلك، فالخطف من أجهزة الاستخبارات الإريترية ومهربي البشر موجودة داخل المعسكر، وأيضا يعني حدثت الكثير منها عليه. يفترض على المعتمدية ومنظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن رعاية شؤون اللاجئين بالسودان أن تقوم بمسؤوليات عديدة كما ذكر الأستاذ أبو الرشيد. نأخذ إدريس من السودان، تفضل. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله يا أخي. أنا بقول الخطأ مش من أجهزة الدولة في السودان بس. نعم. الخطأ ده مشترك، أن الأمم المتحدة رفعوا يدهم عن معسكرات اللاجئين دي. نعم. كويس. هنا أريتريا ده شعبها من المفترض انه تشوف مشكلته. نعم. السودان من المفترض انها ترفع يدها برضه نفس الطريقه، لان احنا ما بنقدر نحن كل اللاجئين اللي بيخشوا في السودان عدد كبير. نعم. من المفترض انه الحكومه السودانيه والحكومه الاريتريه ينسقوا في انه يا اما الناس يرجعوا بلدهم، يا اما ناس الامم المتحده يشوفوا لهم اي وسيله ثانيه يدعموهم ياكلوهم يسقوهم، خلوهم مجهدين في نفس الطريق. نعم. ولا الامم المتحده ولا السودان ولا اريتريا كلهم مشتركين في الجريمه دي. اكيد. نعم. طيب. نعم. شكرا لك أخ إدريس، شكرا لك. كلنا فاهمين هذه الأمور، وللأسف هناك تباطؤ في محاولة لملمة هذه القضية التي أصبحت كارثة إنسانية. نأخذ اتصال آخر من إسماعيل من السودان، تفضل يا أخ إسماعيل. أيوة، فقدنا الاتصال. احنا نحاول. نعم، منتصر. اوكي، منتصر من النرويج، تفضل يا اخ منتصر. والله انا بتاسف، يعني طبعا ما متابع معك من الموضوع من الاول، لكن نعم. انا بتاسف. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا البرنامج راح يعاد العاشرة بتوقيت لندن، فيك يعني تشاهد من البدايه. طبعا اول حاجه انا بشكرك على العفو، على فتحكم للموضوع هذا، وعلى نعم. تفضل، يا ليت توطي صوت التلفزيون. تسمعنا أخ إدريس منتصر حتى ما يكون في تأخر أو ديلي.
تفضل. ايوه نعم. فالموضوع هذا موضوع حساس جدا جدا، يعني انا بتاسف اللي حصل لاخوتنا الاريتريين على الشيء اللي حصل، وبتمنى من الحكومه السودانيه انه تعالج الموضوع هذا في اسرع وقت ممكن، لان هم نحن بالنهايه ما بنعتبرهم لاجئين. نعم، نحن بنعتبرهم يعني اصحاب بلد. يعني يا اخي تشكر يعني على هذه الشهاده، يعني اهل السودان شعب طيب جدا و مضياف وكريم، وعنده هذه الـ طبعا الانسانيه. هذا واجبنا يا اختي، هم اساسا قبل ما نكون جيران وانا هناي. فانا بقول للاخوه الاريتريين ما تزعلوا مننا. نعم. وعلى البحثر هذا وعلى الشيء هنا يعني متاثرين. نعم. والله انا متاثر جدا جدا على الحياه هذا. نعم. لكن نتمنى من الحكومه السودانيه انه تعجل المشروع ده في اسرع وقت ممكن، لانه هذا اهانه للشعب السوداني يعني. نعم. قبل ما انه اهانه للرئيس. صحيح. وهي ليست من شيم اصلا للاسف السوداني، ولكن نقول بعض هناك خلل في بعض كما هي موجوده في كل الشعوب للاسف يا اخ منتصر. حقيقه نشكر لك هذا الشعور الطيب الكريم الذي نعهده من أهل السودان. نأخذ اتصال من السودان من إسماعيل. تفضل إسماعيل. إسماعيل فقدنا الاتصال. عثمان تفضل عثمان. طيب نرجع للأخ عثمان، الأخ عثمان علي الناشط الإريتري من السودان. أخ عثمان، اليوم يعني تتقاسم الجهات كلها المسؤولية، مسؤولية هذه الفوضى العارمة التي حدثت في داخل المعسكر، مسؤولية مصرع الأكثر من 13 أو أكثر، أو أعتقد الرقم ليس واضح حقيقة يعني، في الغرق القارب التي حدثت، أيضا الاختطافات التي تحدث، الفوضى العارمة، لإهانات يعني تتقاسمها المنظمات الحقوقية، الأمن السوداني، أيضا بعض من اللاجئين. لن نقول أن يعني الكمال هناك على الجميع، ولكن كيف ترى هذه المناشدات اليوم بعد هذه الأحداث الأخيرة؟ هل تعتقد أنها سوف تلقى صدى عند الحكومة السودانية؟ طيب أختي ريم، يعني زي ما قلتي العدد حتى الآن ما معروف. نعم. يعني بالضبط كم هم الذين لغوا حدثهم. نعم. ولكن في النهاية أرواح زهقت في أكيد. هذا اليوم المشؤوم للأسف. نترحم عليهم جميعا إن شاء الله رحمة الله. يعني حقيقة أنا دار أقول شنو، قبل شوية يمكن المتصل كان عمل مداخلة قال نحن ما مسؤولين منهم، ممكن يرجع بلدهم وكذا. نعم. تقريبا نحن ما يعني الآن الحلقة هي مخصصة للحدث اللي حصل، وحتى أهل معسكر الشقراب أو الشباب الموجودين في الشقراب ما قاعد يقول يا أخي الحكومة السودانية ما قاعد تأكلنا وتشربنا، لأنه عارفين مسؤولية التمويل والأكل والشراب مش من الحكومة السودانية، لكن على الأقل العبء أول شيء يقع على الحكومة السودانية. نعم. خلي تقوم به على الوجه الأكمل. نعم. لأن حمايتهم هي مسؤولة منا، مسؤولية مباشرة حكومة السودان. نعم. فالناس بتطالب على الأقل بحماية، مش بأكل وشراب صحيح. يعني نحن مش في مسألة إنه والله صحيح الكل متواطى، الحكومة اللي رجلية متواطى، المندوب السامي برضو لأنه رفع يده من المسألة، لأنه المشاكل كلها متشابكة على بعضها. لكن المسألة نحن الآن في حادث ما يعني حصل، وهي جريمة في حق الإنسانية. نعم. وكل الأطراف هي مقصرة. كل ما أتمناه من الحكومة السودانية أن تكون يعني أن تقوم بواجبها كامل، على الأساس أنه يكون في تحقيق أول عن الحادث. نعم. من يعني من هي الأطراف اللي هي كانت صحيح. سبب في أنه الأرواح دي زهقت في 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 لحظة ما، وبعد ذلك يكون في تحقيق كامل والمحاكمات تشمل كل الناس، مش نعم. يكون تمد الطرف عن طرف وتاخذ طرف اصلا هو ضحيه وبعدين تجي تحاكمه، وين الطرف الثالث؟ اذا كانت الشرطه هي كانت تطاردهم فبرضه هي طرف في الموضوع، او كان هم اصحاب القارب هم من المجموعات من المواطنين الموجودين هناك برضه هم طرف، لانه القانون يسير على كل الناس مش تبدو طرف عن الموضوع وكذا. نعم. فأنا أطالب كل الحقوقيين الموجودين سواء كانوا من السودانيين أو الإريتريين موجودين بالذات في كسلة وبالتحديد المحامين. نعم. يعني يشوفوا ويتابعوا القضية دي
وعلى الأقل عشان يعرفوا، حتى الآن ما معلوم إنه كم العدد بالضبط المحتجز وفي أي سجون وإيش حالتهم، وما في حد زارهم. كويس. نعم. فأتمنى يعني نعم. من الحقوقيين الموجودين نرجو. يعني يتابعوا الملف دي على أساس إنه يكون ملف مكتمل طيب. بكل أركانه وكل الأطراف اللي شاركت فيه، حتى نصل إلى حقيقة الأمر نعم. وكل واحد يأخذ جزاه في أخ عثمان علي الغانون. نعم نتمنى أن تصل هذه الرسالة فعلا للحقوقيين الإريتريين في كل مكان، وخصوصا الموجودين في السودان لمتابعة أحداث هذه المجريات الأحداث وقضية غرق الأبناء وابناتنا رحمة الله عليهم في النهر، نهر النيل على متن القارب البدائي. لا تمر هذه القضية مرور الكرام، هي أرواح ولديهم أهل، يعني علينا التحرك من الجانب الحقوقي. هذا حلم تمنوه كثير من الناس، أن تكون لنا لجنة حقوقية تقوم بمتابعة كل الأحداث، مجريات الأحداث وأوضاع الإريتريين في كل مكان والدفاع عنهم أينما كانوا. أتمنى أن يتحقق هذا الحلم الذي طلب به أبو الرشيد منذ مدة طويلة. إذن يعني في هذه الثواني الأخيرة أيضا متابعة هؤلاء الذين يقبعون في السجون، لا نعرف ما هو الذنب الحقيقي. أتمنى من الحكومة السودانية أن تقوم وتتفاعل مع هذه القضية الإنسانية، الكارثة هؤلاء اللاجئين. وأنا أتصور أن سيصل صوتنا وصدى صوتنا للحكومة الإريترية وإلى قلوب من لهم ضمائر لمساعدة وعون والوقوف على تأمين الأمن والسلامة حفاظا على هؤلاء الإريتريين وهم أخوانكم. في آخر شيء يعني ذكر أو في قبل الختام، التأمين لحياتهم من الخطف والقتل من أعضاء مقومات الحياة المعيشية والأمن، وإبعادهم من كل يعني للأسف الكوارث الإنسانية. مشاهدينا الكرام، للأسف دهمنا الوقت، علينا ختام ملفات إريترية. من المسؤول من حماية اللاجئين الإريتريين بشرق السودان؟ كان لدينا الكثير أن يقال، لكن هذا ما حاولنا أن نقدم أو نسلط الضوء عليه في هذه الساعة. نلتقي الأسبوع القادم مع ملف جديد. هذه تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في مصر مطالبة بتغيير النظام أو في تونس أو في، نحن في الأردن نطالب بإصلاح النظام، وكانت هذه كلمة صريحة واضحة أن مشروعنا في الأردن هو إصلاح النظام. بعض شركائنا وبعض الناس كان لا يرضيه هذا المستوى، بل يريد أكثر من ذلك. نحن في الحركة الإسلامية كان إصرارنا ولا يزال أننا نسعى لإصلاح النظام، وهذا كان بكلام صريح. أنا أذكر الندوة التي نظمناها في عمان حول الحراك الأردني، فعلا كان فيها أصوات تطالب بتغيير جذري، فكان في تنوع بين الحاضرين، وإن كانوا يجمعوا على حد أدنى على الأقل. نعم، كانوا بالأخير يقولون يعني سقفنا هو أكثر من ذلك، لكن إذا أردنا أن نتعاون فلا بأس أن نتعاون بهذا الحد. المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في الأردن الشيخ سالم الفلاحات، وحديث حول نشأة الحراك الأردني في الحلقة العاشرة من برنامج مراجعات، يأتيكم في الأوقات التالية.
وعدتكم على أن أصون هذا الوطن وأن أعمل بكل طاقتي ليل نهار لكي يستقر الوطن. وأنا أردت وما زلت أريد أن تمتلك مصر إرادتها، فلا يملي عليها أحد أبدا إرادتها، ولا تسيرها قوة رغما عنها أيا كانت هذه القوة. ثورة المصريين ما كانتش ثورة جياع أبدا، دي كانت ثورة امتلاك الإرادة، دي كانت ثورة الحرية. اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة، الحجج كتير والسحرة كتير والتحدي كبير، وانتوا قادرين تواجهوا هذا. ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، تمن الحفاظ عليها حياتي، حياتي أنا. أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم، أنا عايز أحافظ على الأطفال.